وانت ماسك الزمالك اشتغلت كذا فتره مع نادي الزمالك كمدرب عام مع كذا مدرب سواء اجنبي او مصري، يعني عايز اخدك لحته المصري، يعني انت اشتغلت مع مدرب اصغر منك يا كابتن صلاح، ما قلقتش ان محمد صلاح كابتن طارق ايحيى مثلا، انا انت كابتني اشتغل معايا كمساعد وانا مدير فني، ما شفتها ازاي يعني، شفتها ازاي واقتنعت بيها ازاي؟ شوف مع تقدير واحترامي لكل مدير اشتغلت معاهم. انا هقول لك، اولا هي اولا واخيرا و100% و60% و70% حبا في نادي الزمالك وخدمه نادي الزمالك. تاني كده يا كابتن صلاح؟ حبا في نادي الزمالك. م. ولازم ارد الفضل والجميل لنادي الزمالك. ما اقدرش اقول لا، مش انا بس، انت وحلمي وجمال وكل الناس. بس صراحة انت عملت حاجه مختلفه، يعني انا مثلا لما اجي اشتغلت مع اجنبي، يعني فاهم قصدي، انت اشتغلت مع ميدو. يعني اول واحد ميدو. ميدو اشتغلت مع مين تاني؟ حلمي، محمد حلمي، مع مؤمن. مع احترامي ليهم طبعا، حلمي مدرب كبير ومؤمن مدرب كبير، بس انت بصراحه اقدم، يعني انا عايز اعرف فلسفتك، انت بتقولي حب الزمالك دي واحد واثنين وعشر.